حركات خفيفة في الام سي او. تعود الكرة محسن متولي يمسح المجال للتمرير من الطرف الايمن زكريا الهبطي. الهبطي مر من الطرف الايمن لزكريا ممتازة جدا. هدف من قدم زكريا الهبطي، هو اللي فعلها زكريا الهبطي، هو اللي وصلها للمرمى زكريا الهبطي. الهبطي قام بالاصعب في الكره الماضيه، راوغ في الزمان والمكان المناسبين ويوجه كره في مرمى الدفاع معلنا عن اولى اهداف هذه المباراه. الهبطي مر من الطرف الايمن ليمنح الحل الاول في هذه المباراه لرجاء. شوف الاعاده لما حدث، شوف الاعاده لما حدث في الكره الماضيه. متولي فكر في زكريا الهبطي، الهبطي استقبال الكره بشكل ممتاز جدا، راوغ ولعبها مباشره في مرمى الدفاع الحسني الجديدي معلنا بذلك عن اولى اهداف هذه المباراه. كان يفكر في تمريره في القائمه الثاني لحميد حداد، لكن الكره اخذت وجهها يبحث عنها كل الرجاوي في هذه المباراه.